نعم حسنا والوحش حسنا يا ليلى وليلى جي. أنا أنغامك انا انا تبلوكيت هيك انا عمري ما قلت شيء والله جيبوا لي شي بيانو انا عييت انا تهديت انا انغامك انا ثقافتك انا و يعني اشاك فوا كتغنيها كتحس ب شنو نقولوا اللحم ديالك كيتشعر كما كيقولوا الجلد ديالك كيتشعر واقيلا هكا ما تحتاج بحالك هذاك الشيء ديال الاخر مازال تشوف هادي شوفي فيه بزاف عرفتي شحال من استجواب شوفي في هذا مرش نقدر نقول لك كاين شي حوايج اللي لا ماشي نقدر نقول لك ما خصنيش نهضر معاك انت انا مخاصم معاك اي قلت ليها ما في قالت لي لا 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 واه 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 بهاد الروح اللي فيها او مسخينه يا لالا ومسخينه يا لالا الله يا ربي الله لا يا ربي عتقرا تلقونا انا لو كوك انا لو كوك عاود هذيك الاولى احسن انا كوك ستوديو ابري ما عرفتش ما نقول لك مشيو كسرتو يلا اخويا لحيت الاستوديو راكم يلا واحد ثلاثة عشرة والله تعييت عرفتي راه كنضحك بالنسبة للصعوبات كانوا شي صعوبات يعني كاو دابا راني تنهضر معاك في الدقائق الأخرى كانوا صعوبات مغني شنو كنتي غتكون؟ جزار؟ أنا با جزار شنو نقول أنا؟ أنا جزار هوني ديما قلت لك جزار تاهي بحال الرباب بحال الرباب راه كل واحد الطريقة غير كتحيد التجديد وكتزيد الرباب بحال نقدر نقول لك جاز وي السلام عليكم نسيتي شي حاجة لا 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 صغروا معاك شاك جور هذا لا هذاك كون قلتيها لي انايا حيت انايا عندي ديك سميتو اسميتو 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 كيقول لي الشرح 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 جيبي لي سميتو اللي فوق سميتو اللي تحت سميتو والله الفنان بدر سلطان هضري لي عليه شي شويه وليد صغير ومزيون ومحسن والفن يزيد الفن يجمع ما تشوفيش فيه شوفي فيه انا بدر سلطان شوفي هو اللي مزيان حتى وصفه هو بازي عزلي شوي سير عزلي واش نعمل لا الا عاودت قلتها لي نعاود نقول لي هي دابا غير ندير باش نمشي يلا والله يا خويا الا عيان انا وحق الله العلي العظيم عنده احسن بوكوس عندكم دابا اللي كيدور هنا في هذا البلاصه هو انا يلا كيداكم كاملين شي واحد هذاك الشيء اصلا الله دابا الكرموس طيب عليا الحديث عيد
وش كان سعيد 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 حبيب فيصل اكيد طبعا دائما حضور بارك الله سبحانه وتعالى ورضاه الوالدين اي ما جلس مع عملاق الهيت انا مني سمعت له مو هيت شاف له قال عملاق ديال الهيت شكون تخاكتو كي جيتك وانا مدقون تغطري دي كونتراتريني معاك يلا يلا دغون دغون تغلقا اون دو كونتراك شيري والله تصور هذه الخطه هذه المهم الله يحشم عليكم الدراري والله حسن نعطيكم العصاه كانوا فاشلين كانوا عيانين كانوا حالتهم ما فيهم ما يتشاف الله يعطيك الله يرحم الوالدين لا بالعكس الله يشرف ليا